بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحي الثقافي كتارا، ملتقى الحضارات والثقافات، نرحب بكم في حفل توزيع جائزة كتارا للرواية العربية في نسختها الثانية، فأهلا ومرحبا بكم. خير ما نبدأ به هذا الحفل آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة الشيخ محمد مكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إن بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق صدق الله العظيم. ضيوفنا الأعزاء، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، نستهل هذا الحفل من مسرح دار الأوبرا بكتارا لنحلق في سماء فن الرواية العربية. فها نحن نجتمع الليلة لإعلان نتائج الدورة الثانية من الجائزة الأضخم في الوطن العربي، ليس فقط من حيث قيمة الجوائز، بل أيضاً من حيث إقبال المشاركين منقطع النظير. فلطالما استطاعت الرواية العربية أن تظفر بقارئ أخذته إلى عوالمها ونقلته من واقع يعيشه إلى واقع آخر، واقع قوامه العلو والتميز، المكان فيه أكثر اتساعاً والزمان لا يحيطه مكان. ضيوفنا الكرام، جائزة كتارا للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في بداية عام 2014
حيث قامت ولا زالت المؤسسة بإداراتها المختلفة بتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة، وذلك من خلال لجنة لإدارة هذه الجائزة، والتي تهدف بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ترسيخ بناء الروايات العربية المتميزة عربياً وعالمياً. ليس هذا فحسب، بل إلى تشجيع وتقدير الروائيين العرب المبدعين للمضي قدماً نحو آفاق أرحب للإبداع والتميز، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام والإقبال على قراءة الرواية العربية وزيادة الوعي الثقافي والمعرفي. الحضور الكريم، على مدار أكثر من سنة ونصف تضافرت الجهود في مختلف الأطراف داخل وخارج كتارة من أجل إنجاح هذا الحدث الهام، حيث يسعى القائمون على كتارة لجعل جائزة كتارة للرواية العربية صرحاً لنشر الرواية العربية المتميزة، وأن تصبح كتارة محطة إبداعية جديدة في تاريخ الرواية العربية، لتنطلق بها نحو العالمية وحافزاً دائماً لتعزيز الإبداع الروائي العربي ومواكبة الحركة الأدبية والثقافية العالمية، والإسهام عبر هذه الجائزة في التواصل الثقافي مع الآخر، وذلك من خلال الترجمة إلى لغات أخرى. دعونا الآن الحضور الكريم نتابع مع حضراتكم فيلماً وثائقياً يسلط الضوء على جائزة كتارة للرواية العربية لهذا العام، والتي نحتفي بها جميعاً هذه الليلة. حصدت الدورة الأولى من جائزة كتارة للرواية العربية نجاحاً منقطع النظير من حيث المشاركات التي فاقت كل التوقعات. كذلك جاءت الدورة الثانية لتؤكد على نجاح هذا المشروع الثقافي المستدام، حيث بلغ عدد المشاركات لهذه الدورة 1004 مشاركات مقارنة ب 713 مشاركة في الدورة الأولى. وقد أظهرت الجائزة في دورتها الثانية استقطاب عدد أكبر من المشاركين، مما يدل على ترسيخ مكانة الجائزة التي ما زالت فتية. وانقسمت المشاركات في هذه الدورة بين 38 دراسة تعنى بالبحث والتقييم والنقد الروائي، و732 رواية غير منشورة، و232 رواية منشورة. وجغرافياً انقسمت المشاركات بين الدول كالآتي: مصر والسودان في صدارة الدول المشاركة من حيث العدد ب 375 مشاركة، تليها بلاد الشام والعراق ب 260 مشاركة. أما عن دول المغرب العربي فوصل عدد المشاركات منها إلى 257 مشاركة، وجاءت مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن مميزة، حيث وصلت إلى 150 مشاركات، إضافة إلى 7 مشاركات من دول غير عربية. كتارة محطة جديدة في عالم الرواية العربية. للعام الثاني على التوالي تحتفي المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة بجائزة كتارة للرواية العربية بمهرجان أدبي وثقافي متكامل تنادى إليه نخبة من الأدباء والروائيين والنقاد والباحثين، واستنار بمعارض توثق لتاريخ الرواية العربية وروادها، ومنها معرض نجيب محفوظ ومعرض مقتنيات الأقلام ومعرض رواية الفتيان. وتوهج المهرجان بندوات تقارب راهن الرواية وأفقها، وتناقش إبدالاتها وتحولاتها على مستوى الشكل والخطاب السردي. قدمها مجموعة من المتخصصين في مجال الرواية العربية. وقد شارك الجمهور الروائيين الفائزين العام الماضي
بحفل توقيعهم على 28 كتاباً ورواية صدرت عن جائزة كتارا للرواية العربية خلال العام 2016 في مقر المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. إذن كتارا محطة جديدة في تاريخ الرواية العربية، هكذا وصفها المدير العام للحي الثقافي كتارا سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم الصليطي، والذي أدعوه مشكورا لإلقاء كلمته، فأهلا ومرحبا به. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الكرام، ضيوفنا الأعزاء، في فاتحة هذه الكلمة اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي الكبيرة لمشاركتكم هذا الحفل الكريم الذي يأتي اليوم بمناسبة توزيع جائزة كتارا للرواية العربية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، لنحتفي معا بنخبة من الروائيين والباحثين المبدعين الفائزين في الدورة الثانية من الجائزة. باعتبار كتارا أحد أكبر المشاريع ذات الأبعاد الثقافية المتعددة في الوطن العربي، فقد دشنت هذه الجائزة بعد أن كانت مجرد فكرة لتصبح صرحاً لنشر الرواية العربية المتميزة، واليوم تحول هذا الطموح إلى حقيقة، بل إن كتارا أضحت محطة بارزة في عالم الرواية العربية من خلال هذا المشروع العربي الريادي الذي يجمع بين الرواية والترجمة والدراما، ليتحقق بذلك التواصل بين ثقافات العالم، وهو أحد الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وأتقدم بوفر الشكر إلى الحضور الكريم، روائيين ونقادا وكتابا وباحثين ومهتمين، على دعمهم للمشروع الثقافي العربي الذي يسهم في بناء المجتمعات وتنميتها والرقي بها. وأجدد الترحيب بالفائزين على الدورة الأولى الذين حضروا معنا لتوقيع رواياتهم الفائزة والتي تمت ترجمتها إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية. وأشكر أيضا المنظمة العربية للتربية والفنون والعلوم، وأثمن دور لجان التحكيم على العمل الدؤوب الذي قامت به بدءا من عملية الفرز إلى إعلان النتائج، متوخية في ذلك النزاهة والشفافية والموضوعية. كما أحيي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة على المواكبة الدقيقة للجائزة منذ انطلاقها. والشكر موصول كذلك لفريق عمل جائزة كتارا للرواية العربية وجميع العاملين في المؤسسة العامة للحي الثقافي. وفي انتظار إعلان النتائج أهنئ مسبقاً الفائزين في هذه الدورة من جائزة كتارا للرواية العربية، جائزة كل العرب، متمنياً لهم التوفيق في مسارهم الإبداعي والنقدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم الصليطي المدير العام للحي الثقافي كتارا على هذه الكلمة، ونتمنى لكم ولهذا الصرح التقدم ومزيد من الرفعة بإذن الله. الحضور الكريم، كما ذكرنا سابقا فإن هناك جهودا جبارة قد بذلت لإنجاح هذا الحدث الضخم، ولم يقتصر العمل على العاملين في هذه المؤسسة، بل كان التعاون ممتدا مع عدة جهات خارج كتارا والتي كان لها الفضل بعد الله في دعم هذه الجائزة.
وهنا لابد من أن نذكر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الليكسو التي قدمت كل الدعم والخبرات لديهم لإنجاح هذا العرس الثقافي، ولابد من شكرهم على مساهمتهم القيمة فيما يخص الإشراف على لجان التحكيم لهذه الدورة من أجل ضمان الشفافية التي لطالما نادت بها كتارة. والآن أدعو مشكوراً معالي الدكتور عبد الله حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ليتفضل مشكوراً على المسرح لاستلام الدرع التذكاري من سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم. التعاون بين المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لا يقتصر على لجان تحكيم هذه الدورة، وهنا نقصد الدورة الثانية فقط، بل إن التعاون سار في عدة اتجاهات، ومنها العمل على تبني مبادرة كتارة لليوم العالمي للرواية العربية والتي تأتي في 13 من أكتوبر من كل عام. وها نحن اليوم أمام لحظة هامة من عمر الرواية العربية، حيث يتفضل سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم الصليطي مدير عام كتارة بالطلب رسمياً باسم كتارة وباسم الروائيين العرب من الدكتور عبد الله حمد محارب بتقديم كتاب مبادرة اليوم العالمي للرواية العربية، والذي تم توقيعه من مجموعة من المثقفين والكتاب والروائيين العرب، متمنين لمعالي الدكتور التوفيق والنجاح في مسعاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة الدكتور خالد إبراهيم الصليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، السيدات والسادة أعضاء لجان جائزة كتارة الأفاضل، المبدعات والمبدعين، المتوجات والمتوجين بالجوائز، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أشعر بسعادة غامرة لوجود اليوم بين هذا الجمع المتميز من المثقفين والمثقفات والمبدعات والمبدعين وأعضاء لجان التحكيم والمتوجين بالجائزة والإعلاميين في هذا المهرجان البهيج للرواية العربية في دورتها الثانية، الذي ينظم في رحاب المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة وبإشرافها وبتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي فرصة لنبارك التعاون بين المنظمة ومؤسسة كتارة في الموضوعات الثقافية ذات الاهتمام المشترك والتي تستجيب لتطلعات المثقف العربي. أيها الأخوات والأخوة الأكارم، تعتبر جائزة كتارة للرواية العربية في تعددها وتوسعها من دورة إلى أخرى من بين الجوائز الأعلى قيمة من الناحيتين المعنوية والمادية، وأبرز جائزة متخصصة في الرواية، وهي فخر لجميع البلدان العربية ومكسب ثقافي لها ونافذة مفتوحة على العطاء الثقافي اللامع والذكي. لقد جسدت مؤسسة كتارة بهذه المبادرة أفضل مثال على نجاح تجربة الاستثمار في الثقافة. وفضلا عن قيمة الجائزة المادية، فإن الكاتب المتوج بالجائزة سيتمكن من النفاذ إلى جمهور واسع عربيا ودوليا عبر ترجمة عمله إلى عدد من اللغات، أو تحويل الرواية
التي تستوفي الشروط الفنية إلى عمل درامي ونشر الروايات غير المنشورة وتسويقها، وفتح باب المنافسة أمام دور النشر لطباعتها وتوزيعها. وليس هناك أفضل من الثقافة سبيلاً لحضور العربي في الفضاء الاتصالي العالمي. وإني أتوجه للمتوجين بخالص التهاني وصادق الأمنيات، راجياً لهم مزيد التوفيق على درب الإبداع والتألق ودوام الإشعاع، وادعو لمن لم يشملهم التكريم لمواصلة الإنتاج ومزيد المثابرة. والشكر موصول للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والمشرفين على القائمة على الجائزة والقائمين على شؤونها، وإلى لجان التحكيم ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المهرجان الثقافي البهيج المميز، دون أن أنسى وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية التي أصبحت شريكاً فاعلاً في تطوير المشهد الثقافي العربي، راجياً للجميع كل نجاح والتوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، دعونا الآن ننتقل بالحديث عن عملية تحكيم الدورة الثانية، حيث حتمت المشاركات الضخمة على لجنة جائزة كتارا للرواية العربية اختيار أفضل 30 محكماً من الوطن العربي من أساتذة وأكاديميين ونقاد من مختلف الدول العربية الذين التزموا بالتمسك بقيم الاستقلالية والشفافية والنزاهة. خلال عملية اختيار المرشحين، حيث تألفت تلك اللجان من لجنة الفرز ولجنة الروايات الأولى والثانية والثالثة ولجنة الدراسات في مجال البحث والتقييم والنقد الروائي ولجنة التحكيم الخاصة بالدراما. وهنا لابد من شكر جميع أعضاء لجان التحكيم على عملهم الدؤوب خلال أكثر من عام، لذا ندعوهم الآن إلى الصعود على المسرح لاستلام شهادات التقدير من سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم الصليطي. ودعوني أرحب بأعضاء لجان التحكيم الذين تمكنوا من الحضور لهذه الليلة. الدكتور محمد صالح القادري من تونس، الدكتور محمد شحات من مصر، الدكتورة رزان محمود إبراهيم من الأردن، الدكتور حسن سرحان جاسم الزلزلي من العراق، الدكتورة عائشة بنت حمد سعيد الدرمكي من سلطنة عمان، الدكتور دوان طعمة من لبنان، الدكتورة هويدة عبد القادر صالح حسين من جمهورية مصر العربية، الدكتور عبد المالك شهابون من المغرب، الدكتور معجب العدواني من المملكة العربية السعودية،
الدكتور عدنان مدينات من الأردن. الدكتور لبقي اليوسفي من تونس لم يتمكن من الحضور. موجود؟ متأسف الدكتور لطفي. الدكتور أيمن الدسوقي من مصر. الدكتورة آمنة يوسف محمد عبدة من اليمن. طبعا لم تتمكن من الحضور. الدكتور لم تتمكن من الحضور. نعم. الدكتور ناظم عودة من السويد. الدكتورة مريم جبر فريحات من الأردن. الدكتور مصطفى عطية جمعة من مصر. الدكتور سعيد يقطين من المغرب. الدكتور محمد البدوي من تونس لم يتمكن من الحضور. الدكتور شكري عزيز عبد الله الماضي من الأردن. الدكتور صالح بويدي ناصر من العراق. الدكتورة أماني فؤاد عبد الحكيم جاد الله من مصر. الدكتور إبراهيم السعافين من الأردن لم يتمكن من الحضور. الدكتور نجم عبد الله كاظم من العراق. الدكتور الصادق قسومة من تونس لم يتمكن من الحضور. الدكتور عصام زكريا من مصر. الأستاذ براس الشاروط من العراق لم يتمكن من الحضور. والأستاذ إبراهيم العريس من لبنان.
شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم في هذه الجائزة. أما الآن فوصلنا معكم إلى اللحظة الحاسمة لإعلان أسماء الفائزين في جائزة كتارا للرواية العربية، وندعو أعضاء لجنة التحكيم بالتفضل بالجلوس مرة أخرى إلى في أماكنهم. لكن قبل الإعلان يجب أن ننوه إلى أن جائزة كتارا للرواية العربية تختلف عن باقي الجوائز، حيث أن هناك 5 فائزين عن كل فئة سيحصلون جميعا على نفس قيمة الجائزة وجميعهم في المرتبة نفسها. معنى ذلك باختصار أن 5 حصلوا جميعا على المركز الأول وعلى نفس قيمة الجائزة، والأسماء طبعا تعلن حسب الترتيب الأبجدي. وصلنا معكم إلى الإعلان عن الفائزين في الفئة الأولى، فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والتقييم والنقد الروائي. وبالمناسبة أن هذه الفئة تم استحداثها في هذه الدورة، الدورة الثانية، وجائزة هذه الفئة هي 15,000 دولار أمريكي لكل فائز، إضافة إلى طباعة ونشر وتسويق هذه الدراسة. الفائزون عن فئة الدراسات لهذه الدورة: الدكتور إبراهيم الحجري، لم يتمكن من الحضور في هذه الليلة، والدكتورة زهور برام. نبارك للفائزين 5 الأوائل في فئة الدراسات. ومن فئة الدراسات إلى الإعلان عن أسماء الفائزين عن الفئة الثانية، وهي فئة الروايات غير المنشورة، وينال كل فائز مبلغ 30,000 دولار أمريكي، وسيتم طباعة ونشر وتسويق روايته باللغة العربية، إضافة إلى ترجمتها باللغة الفرنسية والإنجليزية. الفائزين عن فئة الروايات غير المنشورة لهذه الدورة:
سالمي الناصر لروايته الألسنة الزرقاء، طبعا لم يتمكن منها. ظل الأميرة. الرفاعي عن روايته جينات عائلة ميرو. محمد الغربي عمران عن روايته ملكة الجبال العالية. الروايات غير المنشورة. وننتقل أيضا على الإعلان عن الفائزين عن فئة الروايات المنشورة، وجائزتها $60,000 أمريكي، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية. الفائزون عن فئة الروايات المنشورة لهذه الدورة: إلياس خوري عن روايته أولاد جيتو. أرواح كليمون جارو. إيمان حميدان عن روايتها 50 غراما من الجنة. وناصر عراق عن روايته الأزبكية.
للفائزين الخمسة الأوائل في فئة الروايات المنشورة. أما الجائزة التي ينتظر الفائزون العشرة نتيجتها بفارغ الصبر فهي جائزة أفضل رواية قابلة للتحول لعمل درامي عن فئتي الروايات غير المنشورة والروايات المنشورة. $100,000 أمريكي للرواية غير المنشورة، من هو الفائز في هذه الليلة؟ الروايات غير المنشورة في هذه الدورة 2016 هو علي الرفاعي. هذه الجائزة وقيمتها $100,000 أمريكي. ضيوفنا الكرام، وصلنا إلى جائزة $200,000 أمريكي فيما يخص الروايات المنشورة من فئة الدراما. طبعا نذكر أسماء الروائيين الخمسة الذين وصلوا إلى هذه الجائزة: الياس خوري وإبراهيم نصر الله وإيمان حميدان ويحيى يخلف وناصر عراق. واحد من الخمسة المذكورين سيفوز بهذه الجائزة وقيمتها $200,000 أمريكي. رواية للتحول لعمل درامي فئة الروايات المنشورة في هذه الدورة في هذه الليلة المباركة هو الأستاذ ناصر عراق. ألف 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 مبروك. جميع الفائزين ونقول لهم ألف مبروك، ونؤكد جميعا أن جائزة كتارة للرواية العربية هي بالفعل جائزة لكل العرب. نأمل أن نكون قد أدينا رسالتنا وأوفينا الرواية العربية حقها عبر النسخة الثانية من جائزة كتارة للرواية العربية. نشكركم على تشريفكم لنا بالحضور والمشاركة، ونأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم في النسخة القادمة بإذنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.